بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي القناة، أسعد الله أوقاتكم إلى هذا الفيديو الجديد. فضيحة أخرى، وهذه المرة من ملعب نيلسون مانديلا في براغي، والصور التي هي أمامكم توضح فضيحة العشب الطبيعي الذي تقريبا اصفر بشكل كبير جدا في معظم أرجاء الملعب. هذه الفضيحة تعود لنفس الفضيحة التي شاهدناها منذ أيام قليلة في ملعب 5 جويليا الأولمبي. تتواصل الفضائح للملاعب الجزائرية الجديدة التي صرفت عليها الملايين، ولكن الشيء المحير هو لماذا اصفرار كل من ملعب 5 جويليا وملعب نيلسون مانديلا في براغي؟ السؤال بسيط، الجواب بسيط جدا، هو أن القائمين على ملعب مركب هو أن القائمين على ملعب 5 جويليا الأولمبي هم نفسهم القائمين على ملعب نيلسون مانديلا. فالنتيجة التي كانت في ملعب 5 جويليا الأولمبي هي نفسها النتيجة التي ستشاهدها اليوم في ملعب نيلسون مانديلا في براغي. صراحة لم نستطع ماذا نقول، انتقدنا في عديد المرات، تكلمنا في عديد المرات، ولكن نفس السيناريو يتكرر. بعد فضيحة ملعب 5 جويليا الأولمبي، ها نحن اليوم نشهد فضيحة جديدة وهي في ملعب نيلسون مانديلا في براغي. أمام العالم سيشاهد اليوم هذه الفضيحة وعلى المباشر. حقيقة فضيحة مدوية وبكل المقاييس. أرضية الملعب كانت في حلة جديدة، اليوم تشاهدها بهذه الطريقة، والله أمور يندى لها الجبين، ولكن يجب أن نضع الأشياء في أماكنها وأن يكون الرأي العام يعلم ماذا يحدث. أنا أحمل المسؤولية لملعب نيلسون مانديلا في براغي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لأن هذه الاتحادية هي من قالت أنها ستستضيف مباريات المنتخب الوطني الجزائري وأن الملعب سيتم تخصيصه للمنتخب الوطني الجزائري. وبعدها مباراة المنتخب في الملعب في شهر جوان الفارط، نشاهد أن الاتحادية تقوم بتغيير الملعب، وهنا تحدث الكارثة، هو عدم الاهتمام بأرضية الميدان، بما أن الاتحادية الجزائرية ألغت استقبال المنتخب الوطني مبارياته في شهر سبتمبر في هذا الملعب، فكانت النتيجة التي نشاهدها أمامكم. إذا من يتحمل المسؤولية هي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي كان من المفروض أن تفي بوعودها وتواصل متابعة الملعب والمحافظة عليه، ولكن بعد أن تخلت عن الملعب وقامت باختيار ملعب ميلود هدفي في وهران من أجل احتضان هذه المباراة، تم التخلي عن صيانة الملعب والنتيجة ظاهرة أمامكم. حقيقة أمور يندى لها الجبين. تحدثنا في عديد المرات، ولكن لا حياة لمن تنادي. مسؤولين لا يكترثون بمثل هذه الأمور. هل يعلمون أن أرضية الملعب اليوم سيلعب لها مولودية الجزائر؟ والجميع يعلم الشعبية الكبيرة لمولودية الجزائر، والجميع يعلم أن المولودية سيلعب مباراة دولية وليست مباراة محلية، لهذا ستكون الأنظار مسلطة على الفريق، ومن يشاهد الأرضية بهذه الحالة سيبقى مذهول من المسؤولين والقائمين على هذا الملعب. قلنا ونعيد ونكرر، المداخيل الخاصة بهذا الملعب تكفي لإعادة صيانته. العمال القائمين على هذا الملعب هم عمال يتقاضون أجورهم، يعني مفروض عليه أن يقوم بالصيانة، ليست الصيانة هي من طواعية أو هو من نفسه يقوم بهذا الأمر، هو أجير ويتلقى أجرته عن هذه الأعمال. فكيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ الأرضية كارثية لا تصلح للعب كرة القدم، يعني أن الملعب بعد مباراة اليوم من المرجح جدا أن يتم غلق، وهنا الطامة والكارثة الكبرى. أين ستلعب الأندية المحلية في المباريات القادمة؟ شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة، مولودية الجزائر. مولودية الجزائر كذلك ملعبها الدويرة الجديد، الأرضية كذلك كارثية ولن تكون جاهزة قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل. ملعب 5 جويليا الأولمبي أكدت الإدارة أنه لن يكون جاهز قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل. نفس الأمر ينطبق على ملعب نيلسون مانديلا في براغي، فمباراة أو اثنين سيصبح الملعب
في حالة كارثية. فمن المسؤول عن هذه الأمور؟ ومن سيحاسب من؟ كيف لملعب بمواصفات دولية؟ كان من المفروض أن يتم في هذا الملعب كراؤه لمؤسسة خاصة تقوم بالصيانة الدورية للملعب، أو يتم كراؤه لنادي شباب بلوزداد ونادي شباب بلوزداد أو لاتحاد العاصمة، وهذه الأندية هي من تتكفل بصيانة هذا الملعب، لأن مداخلها السنوية من حضور الجماهير هي التي ستجعلها تقوم بتعيين شركة خاصة وتقوم بالصيانة الدورية لهذا الملعب مثلها مثل الملاعب الأخرى. ولكن ما دام عمال المركب محمد بوضيف أو ملعب 5 جويلية هم من سيقومون بصيانة هذا الملعب، فلن ترى أي أمور جيدة سيحدث مثل ما حدث في 5 جويلية الأولمبي. ولكن الشيء المحير هو أن الملاعب كلها الموجودة في الجزائر العاصمة تأثرت أرضية ميدانها، وهو نتحدث عن ملعب نيلسون مونديلا في براقي، ملعب 5 جويلية الأولمبي، وكذلك ملعب الدويرة. هل أصبحت الجزائر فقيرة من الكفاءات التي يمكنها تسيير هذه المرحلة من ارتفاع درجة الحرارة، أم أن هنالك أمور متعمدة من أجل أن تصبح الأرضيات بهذا الشكل؟ والله عيب عندما تشاهد أرضية ملعب نيلسون مونديلا. أنا فقط كنت أتخيل ماذا لو المنتخب الوطني سيستقبل في ملعب نيلسون مونديلا في براقي، ألم تكون فضيحة كبرى سوف تحدث؟ يعني أن القائمين على هذه الملاعب حقيقة أكبر منهم، يعني أن المسؤولين على هذه الملاعب ما زالوا يعتقدون أن هذه الملاعب مثل ملعب بلوغين بأرضية اصطناعية وملعب 20 أوت بأرضية اصطناعية، وأنه بعد سنة أو سنتين أو 3 سنوات يعيد تغيير أرضية الميدان. يا أخي، هذه أرضية طبيعية تحتاج مسؤولين كفء. هؤلاء المسؤولين يعينون شركات خاصة، هذه الشركات الخاصة هي التي تشرف على الملعب من كل الجوانب. حتى هنالك صور تشاهدونها الآن أمامكم توضح مدى جود القمامة أو مدرجات الملعب. الصور واضحة أمامكم، القمامة ما زالت متواجدة في الملعب، يعني أنه بعد نهاية مباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد منتخب غينيا في شهر جوان الفارط تم غلق الملعب بصفة رسمية، الجميع خرج إلى عطلة وبقي الملعب على حاله، واليوم نشاهد الصورة المأساوية في هذا الملعب. من يتحمل المسؤولية؟ من سيحاسب من؟ من سنحاسب الآن إذا أردنا محاسبة؟ من سنحاسب الآن؟ لماذا المسؤولين على ملعب 5 جوليا هو المسؤول على ملعب نيلسون مونديلا؟ ألا توجد الكفاءات حتى نقوم بجلب المسؤولين على ملعب 5 جوليا؟ لم يستطيعوا حتى المحافظة على أرضية ملعب 5 جوليا، فكيف سيحافظون على أرضية ملعب نيلسون مونديلا في براقي؟ والله كلام كثير أريد أن أتحدث عنه، ولكن مللنا من الحديث، مللنا من إعادة نفس الكلام، مللنا من القول أن هذه الملاعب التي صرفت عليها الدولة الجزائرية الملايير تحتاج شركات خاصة حتى يتم محاسبة هذه الشركات الخاصة، لأنه لا يمكنك محاسبة مدير المركب. آخر شيء تقوم به هو إقالته، ولكن الأرضية تكون قد فسدت، قد فقدنا التوقيت وتكون الفضيحة قد ظهرت. يجب أن تكون شركات خاصة حتى يتم محاسبة هذه الشركات الخاصة. هذا ما أردت أن أتحدث فيه في هذا الفيديو عن فضيحة ملعب نيلسون مونديلا بعد فضيحة ملعب 5 جويلية الأولمبي. دائما إخواني، قبل أن أختم الفيديو، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، وهذا ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.